المهم دوزنا واحد الامتحان اللي ماشي كان هي صعيب في العربيه. المهم واحد الحراسه كانت مشدده بزاف، وعرفت شي مع الصيام راه ليله يلاه اخويا ما قلتيناش وطال الحراسه ما داروا معنا والو، وتنطلبوهم من الله يديروا معنا هكا وهكا في العشيه في الصبليونيه الما حتى اللي بقات لنا. وهادشي اللي كاين ساعدوا معنا وربي كبير هادشي اللي كاين. شكرا. كان الامتحان مزيان زعما بالنسبه اللي حافظ راه غادي يدوز مزيان، والحراسه هي كانت مزيانه، ويعني اللي حفظ راه غادي ينجح حاجه باينه. صافي مزيان. المهم تحرنا يعني راه كلشي غادي يدوز بخير. كاين اللي ما المهم كاين اللي ما دوزش مزيان وكيبان خارج كيبكي، ولكن المهم كنتمناو نجاح لكلشي. شويه الحمد لله بخير، وداك الغش راه ما منه والو الصراحه، تعامل معنا مزيان والحمد لله. واخا رمضان وتكرفصنا ولكن لا اله الا الله داز داكشي بخير الحمد لله. انا دوزت بخير واخا كانت الحراسه كلشي شويه كان عندنا حنا مشدده شويه الحراسه، ولكن شي بالنسبه لهذاك اللي حافظ جا بريباري ما عندوش مشكل. اش لغاش كان تلقى الاشكال واخا الصيام واخا داكشي ماشي مشكل عادي. بالنسبه لشكون تلقى المشكل هو داك اللي تيجي مسكين معول على الحرز ومعول على النقله، تلقى عنده مسكين تلقى شي حراسه مشدده تكون المهم تكون صعيبه شي شويه، وتدو هذاك هو اللي تحنس مسكين ولا شي بقى فينا وصافي. والحمد لله بعد هادشي راه داز هذاكشي هو بخير، واخا كان النهار الاول كان قاطع شي شويه، ولكن الحمد لله تجاوزنا هادشي. داز الزوان صراحة داكشي عادي، واخا رمضان وستريس وداكشي المهم داز الزوان. حراسة زوانة كلشي ما كان صعيب شوية. لا اللي بغى صعيب وعليه وصافي.